تقع المدرسة المنجكية على يسار الداخل مباشرة من باب المجلس نحو المسجد الأقصى. هي تقع إلى الشمال من الطريق الواصلة ما بين الواد وما بين باب الناظر أو باب المجلس أو باب الحبس. تعتبر من أشهر المباني التي بنيت في العهد المملوكي، حيث يعود بنائها إلى عام 1354 الموافق 782 للهجرة. بنيت بإشراف وأمر من أمير دمشق في ذلك الحين الأمير سيف الدين منجك اليوسفي، وقد بناها لينسبها إلى السلطان حسن السلطان المملوكي في ذلك الوقت الذي مات بالصدفة في تلك السنة، فأتم بناءها في العام الذي يليه ونسبها إلى نفسه فأصبحت المدرسة المنجكية. ما يميز هذه المدرسة أنها من المدارس الطائرة، أي التي تقع على مباني أخرى وليست على الأرض الصلبة الموجودة في كل الأماكن التي تخص وتميز المدارس المملوكية في مدينة القدس. يصعد إليها بست درجات عريضة من الحجر الجيري، ثم من 24 درجة واسعة جدا تفضي إلى إيوان واسع يضم حوالي 6 غرف، ثم إلى طابق آخر أضيف إليها في أواخر الفترة العثمانية. مرت على هذه المدرسة الكثير من المراحل التي تحولت فيها من هدف إلى آخر. أول بنائها بنيت لتكون مدرسة تدرس العلوم الشرعية وخاصة علم الفقه الشافعي، ثم تحولت لتكون أماكن سكن لبعض المشايخ في مدينة القدس، ثم تحولت لتكون مدرسة ابتدائية في العهد العثماني وفي أواخر العهد الانتداب البريطاني. أصبحت جزء لا يتجزأ من المجلس الإسلامي الأعلى، ثم حالياً لتكون مقراً لدائرة الأوقاف الإسلامية التي تعنى بإدارة كل الأوقاف الإسلامية العامة بما في ذلك المسجد الأقصى من زوايا وتكايا وخوانق وأسواق والكثير من المباني التي تحولت أهدافها لتصبح أماكن سكن بسبب الأزمة الإنسانية والأزمة الاجتماعية والسكانية التي تطاولتها مدينة القدس بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.